هذا جميل جدا صراحه. انا بعد غياب عامين عليا اليوم كنشوفوا مهرجان تيميتر بحله جديده، نظيم جديد، برمجه جديده، فنانه جداد ما شاء الله. وانا كنشوفوا حنا في هذه الساحه، ساحه الامل باكادير، كنشوفوا ان الجمهور متعطش بحال هذه المهرجانات. جاوا الناس من جميع المدن المغربيه ما شاء الله، هنا عدد كبير ديال الناس، وكنتمنوا التوفيق. وشكرا لمهرجان تيميتر اللي فكر في الفنانه سواء داخل المغرب او خارج المغرب، سواء الامازيغ ولا العرب، الحمد لله راه بحال بحال. وتيميتر تجمعونا، وشكرا للاداره تيميتر على الثقه ديالهم فينا. والجميل كذلك ان هذا العام زاد لا كوميدي مهرجان تيميتر اللي كان هو معروف غير بالموسيقى. اذا كل شيء كل هذا يعني شيء جميل، وكنعتزوا به كسواسة، وكنفتخروا فيه اجل بلا. وفي الحقيقه ما كايناش شي حاجه ما عندهاش الانتقاد، بالعكس اي حاجه كنلقاو اللي كيبغيها واللي ما كيبغيهاش. واي واحد حر في حياته، كاين اللي غادي يبغي مهرجان، كاين اللي ما غاديش يبغي، كاين اللي غادي يعجبو، كاين اللي ما يعجبو، كاين اللي غايجي، كاين اللي ما غايجيش. اذا الانتقاد هو راه كاين دائما، غير حنا او لا الناس اللي كينظموا ياخذوا اي حاجه بعين الاعتبار، يعني سواء تكون سلبيه او ايجابيه. وحنا كناس جوج حنا خاصنا نعطيو دائما صوره ايجابيه لمدينه اكادير، اننا حنا راه ناس ضيافيين، وناس كنبغيو الجاليه المغربيه، وناس كنبغيو جميع 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 الفئات، يعني كيفما كانت الثقافه ديالهم حنا كنرحبوا بهم في الجهه ديالنا. وشكرا للجميع، وشكرا للصحفيين ديالنا اللي دائما حتى هما تابعين الحادث وكينقلوا الحادث. شكرا لكم، وكنتمنى ان شاء الله كل شيء يدوز بخير وعلى خير، وما يكونوش عندنا اضرار في جميع الجهات. السلام عليكم، انا جد سعيده بتواجدي بهذا المهرجان الكبير اللي هو مهرجان قريب سياحي، وكي كتشوفوا ما شاء الله جمهور كبير اللي جاوا من كل مناطق المغرب وخارج المغرب. كنشكروا رئيس الحكومه وجميع السلطات على هذا المهرجان الناجح، ومدينه اكادير محتاجه هذا النوع ديال المهرجانات اللي هي ثقافيه وسياحيه. وتشكروا الاعلاميين، تشكركم جزيل الشكر على تشجيعكم للثقافه. والجمهور كي كتشوفوا جد متحمس، خصوصا من بعد جائحه كورونا اللي كانوا الناس جلسوا فتره ومشتاقين كثير لهذا النوع ديال المهرجانات. وشكرا لجميع السلطات والاعلاميين. معكم مقدم علال، مدير مهرجان ايزوران قناوة. دابا كتوجهوا في تيميتر، تيميتر اللي غني على التعريف في مدينه اكادير الدوره 18. كنشكروا الناس المنظمين، اللي مدير فني هو ابراهيم المزند، وكاين مدير الكبير هو سي بازين خالد. احنا الحضور ديالنا اليوم كضيف شرف، تبارك الله على هاد الناس هادو اللي عاونونا وشجعوا هاد المورد ديال قناوة ان شاء الله. وما نساوش السلطه المحليه، ما نساوش الناس الامن الوطني، الناس المجلس البلدي. شكرا للساكنه، كنشكر هاد الجمهور اللي حاضر معنا اليوم، اللي جا من بعيد، جا من طنجه الكويره، وكانوا معنا الناس هنا زوينين. تحياتي لكم، تحياتي لكم فاش كتشجعوا هاد الشباب هذا. وحنا حتى حنا بغينا العام الجاي ان شاء الله تكون المشاركه ديال قناوة سوس اكادير بالحضور ان شاء الله. تحياتي لكم. واليوم كنشوفوا رئيس الحكومه السي عزيز اخ نوش حاضر معنا، والمهدي ديال الثقافه، وزير الثقافه السي عاصم قلي. شكرا لكم.